الشركة أكثر من ممتاز من ساعة بداية الحجز قابلونا مقابلة ممتازة في الشركة، والرحلة كانت موفقة طول الطريق في الأتوبيس الحمد لله، وجميع الحاجات اللي تم الإعلان عنها فعلا طبقت بحسافرها، يعني واكثر من ان شاء الله طبعا. لا لا خلاص، هو هجيب لكم ان شاء الله عملاء تانيين، لان انا حكيت لناس وقالوا يعني ان شاء الله اول ما ارجع هنحجز لهم نفس الرحله الجايه. لا الحقيقه الفندق رائع وخدمه اكثر من الامتياز، بالنسبة للغرف وبالنسبة للمطعم وموضوع المشروبات والوجبات الخفيفة، في الحقيقة يعني فندق ممتاز ممتاز. ومدى المواعيد؟ لا انا حبيت، انا نسيت ان انا في الاول ان انا اكد ان الالتزام بالمواعيد، عجبني الالتزام بالمواعيد الصبح، رغم ان متوقع ان مش هيتم الميعاد زي ما انت قلت الساعه 5 في التجمع، لقينا الاتوبيسات قبل الميعاد والاتوبيسات قبل في الميعاد اللي متفق عليه، وكانت التنظيم اكتر من مره. بالنسبه للنشاط ما سبناش الصراحه في الحقيقه من ساعه ما جينا لغايه ما خلاص، يعني ان شاء الله نسافر ان شاء الله. لا ان شاء الله هي هو في التزام في المواعيد، فانا على الساعه 5:30 والباص على 5:30، دي هي الخدمات اللي هي نفسها اللي بتنفذها، حتى المشوار بتاع الرحله هو نفسه اللي بتنفذ، وده شيء كويس ان شاء الله. حضرتك كنت طلعت مع شركة ممفيس قبل كده يا فندم؟ طلعت معاهم بس مش بانتقالات عليهم، طلعت رحلة تانية، بس كان برضه هم يعني عملوا لنا الحجز واحنا رحنا في قرية العين السخنة اسمها رومانس، كانت كويسة برضه، الغرف كويسة جدا، في خدمة كويسة، حتى يعني كل شوية الهاوس كيبنج يخش الغرفة يوميا. المطعم كويس قوي، المستوى مش سيء، المستوى كويس يعني، وفي يوميا في زي عرض بيعمل كده انيميشن ظريف جدا. الاشراف لقم بدور طبعا، وبيتصل بينا على طول بيسالنا لو في حاجه، لو في حاجه عايزينها، لو في حاجه ناقصانا بيسالنا، لو في عايزين نطلع رحله او حاجه بينزلنا الحاجات معاه. لا قايم دور كويس محمد حقيقي. حضرتك كنت مبسوط مع شركة ممفيس يا فندم؟ اه طبعا اكيد هتكرر تاني ان شاء الله باذن الله. يا رب نشوف حضرتك تاني باذن الله. شكرا، ميرسي جدا. حابب بس اسال حضرتك ايه رايك حضرتك في شركة الحق؟ الحق يتقال، انا انبسطت جدا، مش عايز اقول غير ان كل شيء فوق الخيال، خصوصا في الظروف اللي احنا فيها حاليا. الظروف اللي احنا فيها حاليا ما بتشجعش ان اي حد يجي شرم، انما انا كنت من اول الناس اللي قلت هجيب شرم، واقنعت زوجه المدام بطريقه مهوله ان احنا لانها كانت خايفه كده. وانا باجي شرم دايما والغردقه والجونه والحته دي، لكن دي اول مره اجي عن طريق الشركه بتاعتي، والحمد لله انا اتبسطت منها، وباذن الله المرات الجايه هتكون ان شاء الله. الفندق مش عايز اقول غير انه ممتاز، والصف شغال جوا هنا ممتازين، اخلاق، خدمه، دايما متواجدين في اي طلب اطلبه. بامانه.
يكفي انه كان معايا على التليفون باستمرار وانا معايا على التليفون واي طرف تطلبوه كنت بكمل لك. ان شاء الله ان شاء الله الثلاثة الجاية هكون عن طريق باذن الله. بس اسال حضرتك ايه رايك حضرتك في شركه من ناحية إن هي الشركة كويسة فهي ما فيش عيب يعني أي فرع انبسطنا في الرحلة واحنا جايين انبسطنا لما جينا الإشراف كان معانا كويس جدا بصراحة يعني مش نفاق لحد فعلا الشركة ما شاء الله عليها. إيه رأي حضرتك في كل وقت والله يعني أنا رحت فنادق كتيرة بس ما لقيتش يعني من المنتجع ده ما لقيتش. لا ما قصرش شكرا لك. واتمنى انكم تشرفونا في شركه منتصف ان شاء الله ان شاء الله وعايزين نشوف الاقصر واسوان ان شاء الله. كله هنا في سنه ان شاء الله. شركه ملتزمه احنا عندنا برمعه رحله كمان لوسط واسوان تجسم السنه باذن الله ان شاء الله. اه الفندق رائع بصراحه جميل جدا مستواه كويس قوي. بالنسبه للاشراف قام بدو على اكمل وجه ولا كان في تقصير؟ لا الاشراف ما شاء الله كويس قوي مستواه ممتاز قوي ما شاء الله كان معانا من اول الرحله لغايه دلوقتي ما شاء الله عليه يعني. كنزي مبسوطه معانا يا كنزي؟ لا قولي لي عملتي ايه في رحله؟ رحت جلاس بوت. وعملت ايه في الجلاس بوت؟ شفت السمك والشعاب المرجانيه. عايزه اقول تاني انبسطت معانا؟ ايه رايك في اكوا بارك؟ كويس. لما جينا هنا الاوضه هنا لقينا جلاس بوت ورحنا السوق القديم ورحنا خليج نعمة. تمام. ودي لعبته في الاكوا بارك؟ الاكوا بارك كانت حلوه. مبسوط؟ ركبت سيجواي وعجبته قوي. عاوز تروح ولا تفضل قاعد معانا؟ لا عايز اقعد. عاوز تقعد؟ ماشي مبسوط يا انس؟ مبسوط. اتفضل. صح 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 يلا حبيبي. بس اسال حضرتك ايه رايك في شركه والله فعلا يعني اول تعامل لنا مع الشركه وفعلا يعني شركه جميله جدا وتعاملها رائع ويعني فعلا من البدايه للنهايه يعني كل جميل يعني الى الان يعني مستمتعين واطفال مستمتعه ومقامه جميله فعلا. والله فعلا انا ليه 7 سنين ما جيتش على شرم يعني هرجع كنت نازل في فندق كده بس فعلا لكن الحاجه الجميله انه يعني الفندق فيه كل متناول الراحه اول حاجه من الاطفال والكبار والمنتزهات فيعني ما احتجناش ابدا ان نطلع بره الفندق فعلا يعني اختيار كان موفق جدا يعني الحمد لله جينا في الفندق ده يعني فالفندق كان اختيار جميل جدا. والله فعلا برضه يعني زي ما بيقولوا يعني المشرف كان علينا فعلا يا استاذ مصطفى يعني فعلا حاجه جميله جدا زي النحله يعني لا حسينا بيه ولا من ما دخلنا الى ما انتهينا يعني فعلا يعني الواحد فعلا يعني حزين انه حيكون يعني فعلا يعني اشرف جميل جدا ويعني اتمنى صحبتك مره ثانيه يعني في رحلتنا في شهر. والله انا مجربها قبل كده وعشان كده طلعت من الراجل كنت معاهم في اللي هي سينا لاجون ديت وبعد كده طبعا كان سينا لاجون ممتازه يعني اهوت وبعد كده اتشجعنا وجينا معاهم اهوت وفي نص السنه نطلع معاهم برضه الاسبوع اسوان ان شاء الله. ممتاز وفيها كده الحاجات كله ثلاث تبقى كده زي الفل. اتفضل يا فندم. ايه رايك في شركه منفس؟ اه ده تسجيل كله يعني الرحله ما كانت حلوه مميزاتها كويسه مفيش اي ما شفتش اي اضرار منها ولا اي يعني احنا جينا الفندق كويس زي ما قالت عليه حقق من كده مفيش اي حاجه. بالنسبه للفندق لا الفندق كان كويس كل حاجه فيه كانت كويسه. بالنسبه للمشرفين اللي مع حضرتك ادوا ضوهم على اكمل وجه؟ لا كان كويس من خليك فندم. احنا بس هنقيم كده الرحله بتاعتنا من هقول من اول لحظه
هو بصراحة يعني التزام الميعاد في التجمع، بالرغم ان انا كنت جاي قبل الميعاد بخمس دقايق بس، كل الاتوبيس كان جاهز، كل حاجة كانت جاهزة، يعتبر انا جاي اخر واحد يعني، انا اللي اخرتهم كمان. فالالتزام بالميعاد دي اول حاجة، واستاذ مصطفى كان اتصل بيا كمان قبل الميعاد بربع ساعة بيأكد عليا انت في طريق ولا فين، فده شيء كويس، ما تأخرناش الحمد لله. ربنا وفقنا في الطريق برضو، الدنيا كويسة في النفق، كانت الدنيا كويسة شوية الحمد لله. هنقول بقى أول ما وصلنا الفندق، الفندق أول ما دخلنا فيه ما خدناش وقت خالص في التسجيل، تقريبا ما لحقناش أصلا نقعد في الريسبشن برا. استقبال الفندق هنا الستاف بتاع الفندق بصراحة يعني تقييمه ممتاز، الناس بتهتم بأي حاجة أنت بتقولها، ما بتتأخرش عنك في أي حاجة، ابتسامتهم ديت على طول موجودة، كل شكوى بتقدمها أو مش كل شكوى أو كل طلب أنت بتقدمه، هو مفيش شكوى الحمد لله لحد دلوقتي من الفندق، احنا خلاص في آخر يوم احنا ماشيين بعد شوية، مفيش أي شكوى من الفندق ولا الصف بتاع الفندق بصراحة، هم كلهم بيهتموا بالجست بتاعهم كويس جدا. تقييمنا عموما للرحلة هي ممتازة، طبعا تعب المشرفين معانا محمد ومصطفى ربنا يكرمهم يعني ان شاء الله، يستحملوا قرفنا كده بس، وان شاء الله معاكم في الرحله الجايه ان شاء الله باذن الله. وطبعا احنا في هيلتون دريمز ده ما شاء الله بصراحه الفندق محترم جدا، طبعا الميزه فيه كمان بتاعه الاطفال، احنا معانا اطفال، معانا حوالي 6 اطفال، كيلو بارك بالنسبه لنا دي شيء كويس، بس كنا محتاجين نيجي في جو اهدى من كده شويه عشان الجو برد، المايه كانت ساعه بس على الاولاني، غير كده الدنيا كلها زي الفل ما شاء الله، ان شاء الله معاكم مره جايه. شكرا. لا تمام جدا يعني، المواعيد اولا كانت بالنسبه لي كويسه جدا، هي تاخدني من النفق دي حاجه كويسه جدا، المواعيد مظبوطه جدا، بس تقريبا يعني دي الحاجه اللي اكتر حاجه عجبتني يعني. الفندق كويس جدا بالنسبه للاكل، بالنسبه للمكان، بالنسبه لموقع الفندق عامه كويس جدا، قريب من حاجات كتير جدا. نسبة الشرف رحلة ممتاز بصراحة، أنا كنت بحتاجك دايما بلاقيك معايا يعني. الرحلة لا أقدر أقول لك أنا مش هطلع مع شركة تانية غيركم بصراحة، أنا طلعت مع شركات كتير كان دايما ببقى طالع يعني خارج من الرحلة متضايق مش مبسوط، لكن أنا الرحلة دي مبسوط يعني. والله الشركة جميلة خالص، والخدمات بتاعتها فيها مصداقية، وبصراحة من ساعة ما جينا شرم الشيخ ما فيش أي حاجة عانينا منها خالص، والشركة موفرة كل حاجة الحمد لله. بالنسبة للأوتيل يا فندم؟ الأوتيل جميل الحمد لله، تشرف بتاع طقم الرحلة تمام، يعني بصراحة ما فيش أحسن منكم. ربنا يخليك. الله يخليك. أنت حضرتك تقييم حضرتك لوحلك ككل؟ الرحلة كلها لو هقيمها ما أعتقدش في حاجة تانية كانت ممكن تتعمل في شرم الشيخ، يعني ما توفرتش لينا باختياراتنا، وتسهلت من الطقم المشرف على الرحلة معانا. ربنا نشوف حضرتك معنا تاني ان شاء الله. شكرا، سعيد.